على فين السفر ان شاء الله؟ الى بيروت ان شاء الله. احنا معاك لحد يلا. بيروت بلد الجميل. بمناسبة قناة العدالة نتمنى الشفاء العاجل للمذيع عندكم برامج الرياضية واللاعب الكبير السيد رضا معرفي. الله امين سر نادي القادسية بلندن يتعالج، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. اي والله والعدالة قناة ممتازة. دائما بتحب انت الاقرار على طول؟ على طول. ايوه السريعه والسريعه والسليمه النظيفه. يعني دائما انت بتحب تسافر في المواعيد بالمواعيد يعني اجي قبل السفر نص ساعه بساعه، عرفت؟ لازم اعطي وقت لنفسي يعني بالطريق ما تاخر السياره ولا شيء. دائما قبل الموعد البوردنج يعني اجي فتره طويله، ما اجيش يعني حد لا، لازم ادي نفسي يعني وقت. بالنسبه للجنات وبالنسبه للوزن الجرعات ممتازه صراحه، مطار الكويت ممتاز جميل. شكرا. معانا البوابه تركب الطياره يلا شكرا. بعد ما خلصت اجراءات الوزن وخدت البورد نعم نعم، ازاي بتجهز نفسك للسفر والعادات دايما اللي بتحب تعملها قبل السفر؟ اهم شيء تجهز نفسك للسفر نفسيا، نفسيا تكون مستعد انك تسافر وحاط بالك البلد اللي راح تروحه. طبعا انا رايح بيروت، عرفت؟ وانا قاعد لاخر سته بيروت، بعد رايح المغرب. انا مقيم بالمغرب، انا كويتي مقيم بالمغرب، كنت سبق وانا اشتغلت بالسفاره الكويتيه بالرباط بالمغرب، والبلد جميل وجلست بالمغرب. بتحب دائما تسافر سياحه ولا بتحب تسافر؟ والله يعني دائما السياحه، علشان انا مو رجل اعمال، انا موظف كنت بالخارجيه وبعدين تسافر سياحه. اللي رجل اعمال يسافر. الإجراءات دائما تعمل يعني في الفترة اللي احنا فيها حاليا. والله إجراءات ممتازة صراحة حاليا، خاصة بعد كورونا الأمور صارت طبيعية يعني. أنت سافرت أيام كورونا؟ أنا إيه كورونا، إيه كورونا كمام بالطيارة وبالمطار كمام، ولازم تكون مطعم، أنا مطعم ثلاث تطعيمات يعني، عرفت؟ يعني لازم الأوضاع العالمية جارية أنت كمان، عرفت؟ يعني اختلفت بعض الشيء عن عن كورونا؟ كثير كثير فتحت، كل شيء فتح. هي طالع كورونا كذبة عالمية طلعت. ايه الحاجات دايما اللي بتحب تاخذها معاك وانت مسافر؟ والله يعني القرآن الكريم طبعا لازم تاخذه معك تقرا فيه يعني. يعني ادوات اللي تستعملها انت، ادوات الحلاقة مثلا. انا دائما احط بيجامة معايا بالشنطة دي عشان لو سمح الله اسوي كونكشن، ما استلم الشنط الا عندي معايا بيجامة. ضاع منك اغراضك قبل كده؟ كثير ضاعت وتاخرت يعني، انا وانا جاي في المغرب لبيروت تاخرت الشنطه ما جتش. الاجرار اللي انت بتعمله لما على طول الشنطه مفقوده وتروح تعمل ان الشنطه ما جت، توريهم الليبل تبع الشنطه والتذكره وكذا ويعملون لك الاجرار. بترجع لك ولا لا؟ بترجع. لا بترجع، انا دائما بترجع لي، بس ممكن اذا ما رجعت يعوضوك. الشركات ملزومه حسب اتفاقيه الالات اياتها يعوضوك، يدوك يعني تقول لهم ايه بالشنطه ويعوضوك. بتحب تتسوق في اثناء السفر؟ بالمطار احب اتسوق اذا ناقصني حاجه معينه، مثلا حلويات اشتري او روايح او شيء، او سوق الحدود دفري عشان يكون في خصم عليهم. الروايح يكون في خصم طبعا عند الوقت اذا دخلت اخذ لي ريحه ريحتين. كم يوم في بيروت وبعد كده راح؟ والله تقريبا شهر واحد بيروت، اخر سته وبعدين راجع المغرب بإذن الله. شكرا جزيلا. طريق السلام. مع السلامة. شكرا.